أحسن الله إليكم. يقول السائل: ينطلق الباص إلى ينتقل ينتل ين ينطلق الباص للسفر إلى سوريا مساء غد إن شاء الله، وتمنيت أن أحضر ختمة القرآن الكريم، كيف لي حضورها وقد علمت أن آخر أعمالنا الطواف؟ هل يمكنني أن أطوف بين المغرب والعشاء وأصلي القيام؟ أرجوك أرشدني كي أتمكن في حضور ختمة القرآن. نعم، هذا راجع الظروف كنت، أنا ما أدري وش ظروفك، راجع الظروف كنت، إذا أمكن إنك تطوف بين المغرب والعشاء وتصلي صلاة القيام وتحضر الختم، هذا شيء طيب، تجمع بين المصلحتين، تجمع بين أجر الطواف وأجر الصلاة وحضور الدعاء. أما إذا لم تتمكن، فحضور الصلاة أفضل ما في شك، حضور الدعاء أفضل، والطواف ما هو واجب، طواف الوداع في العمرة ما هو واجب، هذا في الحج، طواف الوداع واجب من واجبات الحج وليس هو واجبا في العمرة، لكن إن تيسر لك هذا وهذا هذا أحسن، وإلا فالصلاة وصلاة القيام وحضور الدعاء أفضل من الطواف، ولو لم تطف فلا حرج عليك، لأنه ليس عليك طواف واجب للوداع،